الجريد فينز اللي في السوركس اللي بنشوفهم كويس قوي. فقال لك انا بنشوف الاول ليفت انومينانت فين اهي، دي ليفت انومينانت فين دايما ده بيمشي اوبليكلي اهو في السوركس مايل تحت الاسترنم في السوبيرو ميدياستاينم كده، وبيجي هنا يتحد مع الرايت انومينانت فين اهو، ده الرايت انومينانت فين. مكان اتحادهم فين؟ بيبقى عند الفيرست، مكان اتحادهم عند الفيرست رايت سترنو كوستال جانكشن، يبقى مكانهم هنا عند الفيرست رايت سترنو كوستال جانكشن. وروحهم عاملين لي هنا ده الجزء ده اللي بيسموه السوبيرو فيناكيفا، السوبيرو فيناكيفا بيخش بعد كده في الرايت ايه اتريوم، يبقى ده ليفت انومينانت وده رايت انومينانت، وهنا اتحدوا مع بعض عملوا السوبيرو فيناكيفا. السوبيرو فيناكيفا اتكون تحت الفيرست رايت سترنو كوستال جانكشن ودخل الرايت اتريوم عند الثيرد رايت سترنو كوستال ايه جانكشن. خد بالك ده السوبيرو فيناكيفا وده الليفت انومينانت اهو. خد بالك من حاجه، ان كل انومينانت من دول كان عباره عن اتحاد فين جاي من الهيد اند نيك اسمه انترنال جاجولار فين، وواحد تاني جاي من الابر ليم اللي هو سب كليبيان فين. فالانترنال جاجولار فين مع سب كليبيان فين يعملوا رايت انومينانت، ويعملوا في الانترنال جاجولار على الناحيه التانيه والسب كليفن على الناحيه التانيه يعملوا ليفت انومنت، الاثنين اتحدوا مع بعض يعملوا سوبيرور ايه فينا كيف. كل انومنت من دول بدايه تكوينه تحت الاسترنو كلافيكولار جوينت، يعني بدايه التكوين ده تحت الاسترنو كلافيكولار جوينت، وبين التكوين التاني تحت الاسترنو كلافيكولار جوينت، بعد كده ليفت انومنت وهنا رايت انومنت تعملي سوبيرور فينا كيف. خد بالك الليفت انومنت في الاطفال بيبقى عالي قوي، ساعات بيبقى يوصل مش بيبقى ورا الاسترنم، لا ده بيعلى يوصل لحد سوبرا استرنال ايه نوتش. خد بالك كمان ادي الليفت انومينانت بيستقبل الفينز من فوق اللي هما انفيرور ثايرويد فين، يعني هنا بياخد الانفيرور ثايرويد ايه فين ونازله من فوق، دي طبعا التراكيه والانفيرور ثايرويد فين بيجي هنا. دولت اللي هما الجريد فينز ليفت انومينانت رايت انومينانت سوبيرو فينا كيفا، وداخله بعد كده هنا فين؟